بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا حاملين لراية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على المشؤومين اللئام. والله أكبر بالتمام والكمال في كل عصر وكل مكان. الرجال قوامون على النساء بما فضل، يعني من تبعات التفضيل هو أن يقوم الرجل بمؤونة، مؤونة سواء كان أي رزق، مش دخلوا لآلك، مش بيكونوش أتبع غيرهم، ما عال على غيرهم، دخلوا ما يكفيهم، ما يشتهيهم، ملبوس ستر، منظر حسن، أسباب النظافة، أسباب التربية الصحيحة. هذا أنت يا رجل، لو كنت إن كنت رجلا تصيله بتوكلك على الله حقيقي، وتبدأ تلوج أسباب الرزق الحلال، ولا تبخل في هذا المجال. الحلال الحلال يرحمكم الله. لكن اليوم وفظيع جدا، أغلب من يدعون الإسلام هم غارقين في الحرام بكل أشكاله وأصنافه، نسأل الله السلامة.